لدينا مباراة يتحمس لها الجميع، مباراة تجذب العشاق والمحبين وحتى المحايدين، لأنها مباراة حاسمة، والمباريات الحاسمة دائما ما تكون مثيرة مليئة بالإثارة والشغف. هذا ما ننتظره وهذا ما تتوقع الجماهير هذا اليوم. لا شك أيضا أنه هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن يشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الآهات، الصوت العالي، الدعم الكبير. يا لها من دي بروين، كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام لولا التدخل الدفاعي اللي حرمه من الكرة. كان أمر حتمي وطبيعي أن يفقد الكرة، لن يقدر على تجاوز الجميع بمفرده، ربما عليه أن يلعب بشكل جماعي أكبر. يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع ألبرت فيرير في كرة خطيرة إلى الأمام. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. نيمار، هدف للأرجنتين، قناص أمام المرمى. يا لها من فرصة، يا لها من نهاية. هذا اللي يقول لك لاعب حاسم، قرأ الموقف بشكل سليم، ردة فعل سريعة جعلته يسجل هذه الكرة. الأمر لم يكن مصادفة بصراحة، الذكاء هو عامل حسم في مثل هذه المواقف. لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول، كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. في المكان الصحيح عند خاصية قراءة اللاعب والتحرك لقطع الكرات، يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. تشاوميني، تغيير اللاعب على الأجناب. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. ممتاز في التمرير، ميسي، اندفاع، أداء دفاع قوي جدا هذا اليوم. نيمار، هجمة مرتدة الآن، كرة تصل اللاعب، تدخل حاسم لقطع الكرة. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام، مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. لامبارد يمر ويلعب كرة بينية، لامبارد فشل في اختراق الدفاع بكرة بينية. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. ميسي، لمسة بينية، تمركز سليم لقطع الكرة. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. يا بيلينغهام، سومر ينجح في التصدي. أوه، تصدي غير عادي من حارس المرمى، ردة فعل غير عادية. اليوم في هذه المباراة بالذات يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. ليونيل ميسي، روعة روعة روعة، الكرة في المرمى. النتيجة 2-0، المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين. صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. كل ما نشاهد الآن في شوط واحد، يا إلهي على هذا الأداء، على هذا التألق، على هذه السيطرة، على الهدفين، ربما أكثر في شوط المباراة الثاني.
substitution. وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة. الأرجنتين يدخل الشوط الثاني بتغيير تكتيكي. سنرى أثر هذا التغيير مع استئناف المباراة. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. نيمار يحاول استغلال المساحة إذا وصلت إليه الكرة. نيمار يستلم الكرة من الخلف وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، أعتقد أنه من الصعب التسديد مباشرة من هذه الزاوية الضيقة. أعتقد أنه يفكر في الخيارات المتاحة أمامه الآن. دفاع صلب لا يمزح أبدا. بوسكيتس، سرعة غير عادية ودقة في التمرير. بيلينغهام حاول ويسدد، يا له من تصدي مذهل. ماركينوس، فريق غير حاضر ذهنيا، كثير من التمريرات الخاطئة. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. كرة إلى الأمام، يلعب كرة على اليسار، تمريرة جميلة، ضربة رأسية، يحتسب الحكم ركلة حرة. لمسة ساحرة هنا في طريقة إلى المرمى. هذه كرة ميسي، بينية رائعة، نيمار، يا سلام، كرة جميلة جدا في المرمى. هذه هي النتيجة لمثل هذه الكرات. نيمار كان موجود في المكان المناسب، استغل الفرصة بشكل جيد. هو هداف، هو سفاح، هو نجم في الفينيشنج عالي جدا. تستمر المباراة والنتيجة أمامنا، 3 أهداف مقابل لا شيء. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. بينية جميلة، لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. يلعب كرة بينية، فاتت ومرت وصلت إليه لامبارد، حطها في الشباك، جول بكل سهولة وأريحية. في هذه المباراة انتهى كل شيء، أصبحنا نشاهد مباراة في اتجاه واحد بدون أي فلسفة. أمام المرمى يتمكن من التسجيل، إنهاء رائع للهجمة. هذا يقول لك السهل الممتنع، استغلال الفرص، استغلال المساحات بدون أي مجال للاستعراض. الكرة بشكل رائع في اللقطة الماضية، سيطرة غير عادية، مطلقة تماما بالطول والعرض في هذه المباراة. يطلق الحكم صافرة معلنا نهاية المباراة. فريق الخصم كان يعاني هذا اليوم، بدالي أنهم واجهوا إعصار، لم يكونوا ثابتين متماسكين.